بعد وقت قصير من استئناف المعارك في الجانب الأيمن من الموصل، استعادت القوات الأمنية اليوم مناطق جديدة في المنطقة القديمة. مصادر عسكرية قالت إن القوات الأمنية سيطرت على جامع الباشا وشارع العدالة وسوق باب السراي، وتوقع اللواء في الشرطة الاتحادية حيدر درغام استعادة كامل أحياء الجانب الأيمن من مدة تتراوح بين شهر وشهر ونصف الشهر. تحرير الموصل بالكامل، شهر كامل يتحرر الموصل، يعني ما أقول لك أسبوع أو أسبوعين مو شيء صحيح، بس لكن خلال شهر أو شهر ونص سيتم التحرير بالكامل.